تحية تقدير ومحبة للفنان الأم عصام محمد نور وهو يزين إشراقات الصباح الندية. نواصل هذا المد الحي والمباشر على امتداد ربوع وطننا الحبيب ولكل مكان في السودان محموله الثقافي وأيضا التراثي. وارتحال كاميرا قناة الشروق الآن للولاية الشمالية بالتحديد جزيرة مروار، في هذه الجزيرة التي تسكن بالمحبة وبالمودة، هي عراقة ممتدة وحضارة متجذرة في عمق الأمة السودانية. أنا زرتها صراحة قبل 5 سنوات، وجدتها بذات المحبة وبذات الحفاوة وبذات الألق والجمال، استقبلونا بالدفوف على شاطئ الجزيرة. إذا تحية محبة وتقدير لأهلنا في الولاية الشمالية بالتحديد في جزيرة مروارتي. اختلفت المسميات حول طبيعة هذه المنطقة، نتعرف على المزيد مع أحمد هلالي من خلال هذا التقرير مشاهدينا. يحكيه الواقع هنا ويحكيه ما تحمله الجزيرة من مشهد للجمال على صفحة النيل، حيث الوجهة هذه المرة إلى جزيرة مروارتي إحدى جزر الولاية الشمالية، اكتسبت أهمية تاريخية وجغرافية. اختلفت الروايات حول نشأتها، لكنها جزيرة قديمة تحمل الكثير من العراقة الممتدة في أجيال ساكنيها. يقول أهلها إن الجزيرة تعني لهم الملهمة والمرجع لارتباطهم، لها مكانة خاصة في القلب والوجدان. الجزيرة شكلت واحدة من أهم المناطق السياحية بالولاية الشمالية، يقصدها السياح من كافة أنحاء العالم لكونها تحمل بين جنباتها التاريخ والسياحة والجمال. إنسان هذه الجزيرة معروف بكرم الضيافة وحبه الشديد للضيف دون ما تمييز، فحينما يكون الحديث عن الجزر خاصة جزيرة مروارتي فذلك يعني عند أهلها ومن ارتبطوا بها مزيجا ما بين العرفان بجميل الأوطان والبوح بأسرار ما بها من الجمال وطبيعة الأشياء التي ما تزال فيها إلى اليوم. صورة أخرى من صور المجتمعات الريفية، فالحياة في هذه الجزيرة بالذات تمضي على وتيرة من البساطة والهدوء، فالناس وكأنهم من كانوا على ظهرها منذ آلاف السنين. تحتفظ الأجيال بذات الموروث ونفس تلكم العادات القديمة مع الاحتفاظ بجمال بيئتها ونظافة طرقاتها وجمال أهلها ومن حولها جمال الطبيعة. جزيرة مروارتي من الجزر البطاقة على الشمال، مدينة طنجلة حوالي 42 كيلو في اتجاه الشمالي، وهي من الجزر الجميلة جدا الساحرة جدا اللي ما مستغلة من ناحية سياحية. شان كثير من الجزر والمناطق السياحية الموجودة من امتداد الولاية الشمالية من أمري لي حلفة، ويمكن المناظر الخلابة والسياحة النيلية ومسألة الصيد البري والرمال بالليل، حاجات كثير جدا، والعادات والفولكلور والتراث الموجود في جزر يعني غنية جدا بموارد سياحية هائلة جدا، لكن هي غير مستغلة. يمكن كان عشان مسألة الطريق والكباري والكهرباء والمعينات اللي بتوصل السياح إلى السودان، لكن الحمد لله رب العالمين الآن في الطريق اللي ارتبط مع مصر، في الكباري، في الطرق، في الكهرباء، في جميع المعينات اللي ممكن تخلي جزيرة مروارتي وأي جزيرة ثانية هي منطقة سياحية جاذبة جدا. الأسر الممتدة على تاريخ هذه الجزيرة هي في عرف هؤلاء معروفة ومحفوظة، لذا فالناس هم الناس، تتشابه الملامح وترتبط العادات والتقاليد بنظام الحياة والمعيشة بما يجمع الناس من الأفراح والأتراح، وحينها تتجلى مروءة الجزيرة. جزيرة مروارتي أو جزيرة المروءة ما تزال المناسبات بها وعلى اختلافها تؤدى بالاتفاق. جزيرة المروءة هذه هي في نظر القادمين إليها من الأصقاع البعيدة والقريبة تمثل قمة أشواقهم في الاستمتاع بأجمل ما تكون عليه الطبيعة، ويكون عليه مجتمع يهب الناس أصدق تعبير
من الحب والوفاء والعرفان، فهنا الإعجاب بكنوز المنطقة وقيمها، وعلى رأسها الإنسان، فباتت على حالها مقصدا ومزارا من الناس على اختلاف الأجناس والأماكن. تحمل هي الأخرى ما يجعلها صورة للتباهي والافتخار من الخير والجمال والطبيعة. أحمد هلالي لبرنامج كاميرا الشروق، الولايات الشمالية، جزيرة مروارتي. شكرا لزميلنا أحمد هلالي من خلال هذا التقرير، وتحية لكل أهلنا في الولاية الشمالية. نتمنى أنه تنعم هذه الولاية بالأمن والاستقرار أيضا. وبقينا نشوف في الفترة الأخيرة كثير جدا من التغيرات المناخية اللي انعكست سلبا على إنسان هذه المنطقة. كان في عوامل طبيعية معروفة، يعني الزحف الصحراوي وده ما كان بشكله التمدد اللي بقينا نشوفه، كمان في جوانب أخرى لطفح الماء أو ما يسمى حاليا بالنز، إضافة للأمطار الغزيرة اللي بقت تهطل في الفترة الأخيرة. في الشهور الماضية كان في امتداد كبير للزحف الصحراوي في الولاية الشمالية، الأمر ده انعكس سلبا على حياة الناس وعلى معاشهم وكمان على يعني سكنهم. في أعداد كبيرة جدا من المواطنين ارتحلوا من قرام إلى مناطق ثانية، نتمنى أن يعودوا مجددا، ولكن إذا توفرت الإرادة القومية، لأن تضافر الجهود المجتمعية مهم جدا للحد من الزحف الصحراوي. مبادرات شعبية مهمة جدا في الولاية الشمالية، مبادرة احتضنتها جامعة دنقلة للحد من انتشار الزحف الصحراوي. سعيد في هذه المساحة نلتقي ببروفيسور سعد الدين إبراهيم محمد، المدير الأسبق لجامعة دنقلة وعضو المبادرة الشعبية لدرء الكوارث والزحف الصحراوي في الولاية الشمالية. أهلا وسهلا بروفيسور، صباح الخير. يا مرحبا، حياك الله وأبقاك، الله يبارك فيك. الله يجزيك خير. أتمنى دائما أن الولاية الشمالية تنعم بالأمن والاستقرار كسائر الولايات الثانية. المشاهد اللي بتابعنا الآن تابع على مدى شهور ماضية التهديدات المناخية بالنسبة للولاية الشمالية، كده نورنا عموما وطمئننا عن الوضع هناك. عموما بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. حقيقة الولاية الشمالية يعني هو إنسان يعني عايش ويزرع ومجتهد، لكن حقيقة محاصرة بعدد من الكوارث، وده يمكن الخلى الناس يفكروا في هذه المنظمة الوطنية لدرء الكوارث. يعني عندنا أول حاجة كوارث الفيضانات، ويمكن دي كانت الشيء المحرك اللي خلى الناس يجتمعوا عشان يقدر يعالجوا كوارث الفيضانات العام الماضي، لكن الفيضانات ما براها. فيضانات هي ذاتها معاها أشياء تانية، جاء الزحف الصحراوي الأصل موجود من بدري، فاقم القضية. بيقول الناس على النيل مشكلتهم الفيضانات والنز، يطلعوا برا الزحف الصحراوي. أضيف لده كله التغير المناخي، اللي هو التغير المناخي خلى كل هذه الأشياء تتفاقم وحدتها تزيد، والناس عايشين هذا الوضع. جاء التعدين اللي هو التعدين الأهلي، وده برضو خلق إشكاليات كبيرة جدا وضغوط على المجتمعات العايشة، منها ضغوط بيئية، منها ضغوط اقتصادية، منها ضغوط اجتماعية، حتى بالنسبة للعمالة. يعني بيقول الواحد عشان يلقى له عمال في الولاية الشمالية مشكلة، لأنه العامل يقول لك أنا بدل ما أمشي أشتغل في الزراعة أنا أمشي الذهب. يعني المشكلة إنه الولاية الشمالية بقت محاصرة بعدد كبير جدا من الكوارث، وكان لابد إنه الناس يحاولوا يبدوا هذا العمل. والحمد لله احنا كان اول عملنا قلنا نبدا بطريقه علميه، عشان كده عملنا ورشه استضافتها جامعه دنقله، وشاركت فيها جامعه الجزيره وجامعه عبد اللطيف الحمد مروي ووزاره الري والمجلس الاعلى للبيئه، حاولوا كلهم يكونوا مع بعض في انه كل جهه تقدم ورقه حسب الاختصاص بتاعها، ونوقشت هذه الاوراق وطلعت توصيات. ونفتكر انه هذه التوصيات طلعت من الورشه دي هي اللي حتشكل المشاريع اللي حتقوم هذه المنظمة بتنفيذها إن شاء الله. بروفيسور طبعاً كمقدم برامج كل المحاور اللي عايز أتكلم فيها اختصرتها في مساحات ضيقة، لكنه فصل أكثر يعني المحاور فضفاضة. تكلمت عن الزحف الصحراوي، ونجيف بعدك نجي للنز أو الطفح المائي ونجي للأمطار الغزيرة. هل ما شاهدناه من صور حقيقي يعني التمدد الكبير للزحف الصحراوي في مناطق تنقسي والعفاض وغيره من المناطق الثانية، يعني بالشكل الكبير ده، ولا هو مقدور عليه؟ والله يمكن الصوره ذاتها ما بتنقل الحاصل زي ما هو. يعني انت لما مشيت مثلا مناطق العفاض ومناطق تنقسي ومشيت المناطق الثانيه اللي هي ترقس وابكر والحتات دي، يعني المناطق دي حجم الزحف، اول حاجه البيوت اتغطت، الاراضي الزراعيه يعني وصلت مرحله تقريبا الكثبان الرمليه يعني زحفت وغطت الكل، يعني
لكن بفتكر انه في النهايه الناس يعني يمكن زمان كان السلاح المتاح لنا عشان نقدر نوقف الزحف الصحراوي هو التشجير, يعني شلتر بيلت ويند بريك, الناس يعملوا يعني احزمه شجريه او مصدات رياح. لكن الان تقريبا التكنولوجيا بالذات في المناطق اللي فيها مياه جوفيه, يعني حيث ما وجدت المياه الجوفيه يبقى الرمال دي انت ممكن تتعامل معاه. ويمكن المثال الصارخ اللي احنا حسب نضرب به اللي هو المشروع بتاع الراجحي اللي قام في منطقة الغابة, ومنطقة الغابة طبعا المنطقة اللي قام فيها اللي هي منطقة الباجة, وكلمة الباجة معروفة الباجة معناها رمال. اتذكر المشروع ده لما قام الراجحي جاي يعمل مشروع كانت دو أرض في منطقة القعب, فلقوا انه ما حيقدروا يشتغلوا لانه الأرض طينية وهم طبعا الاكستريل المحوري دايرة تتحرك وكده الطين بيعاكسها, فقالوا داري أراضي رملية. فتذكر مشيت قابلت الوالد قلت له يا اخي الناس الراجحي دايرين أراضي رملية, قال لي أراضي رملية؟ قلت له الباجة, الباجة دي فيها 200 ألف أراضي رملية. فعلا الدوم أرض والله يمكن من الموسم الثاني الناس ديل وصلوا بإنتاجيتهم ل 35 إلى 45 جوال في الفدان, مع أنه إحنا زمان كنا القمح لما المزارعين في الجزر والجروف يجيبوا 15 20 فدان كلهم نديهم جائزة. فأنا يخيل لي ده ذاته فتح أنه في النهاية هذه الأراضي الرملية ممكن الناس ما بالذات الأراضي الرملية الموجودة الموجود فيها مياه جوفية. ولحسن حظنا في الولاية الشمالية معظم المناطق المغطاة بالرمال فيها مياه جوفية, يا سلام. يعني ممكن الناس تحفر آبار وتطلع موية ومش كده وبس. الآن الولاية الشمالية فيها مشروع بتاع الطاقة الشمسية, يعني ممكن يستخدموا حتى المناطق اللي ما وصلها كهرباء ما يخشوا في تكلفة الديزل العالية, إنما بس تحفر بير وحدة بتاع الطاقة الشمسية تطلع الموية, الموية لو طلعت بعد ذلك يستري بالرش تتولى باقي الامر ان شاء الله. يا سلام, ودي كلها معالجات ممكنه في وجود الري المحور ووجود كثير جدا من النعم. بروف, يعني كثير من البلدان الثانيه واذا استشهدنا بالصين هي قدرت انه توقف الزحف الصحراوي, ما صعب انه نوقف الزحف الصحراوي اذا توفر شنو بالضبط كده؟ والله طبعا هي اهم حاجه دائما, احنا يعني انا كزول متخصص في مجال البيئه دائما اهم حاجه الاراده السياسيه. إذا توفرت الإرادة السياسية كل شيء ممكن, حتى بالإمكانيات الضعيفة. يعني في ناس بتفكروا أنه أنت عشان تقدر تعمل تحل مشكلة أو تحاول تخلق لك واقع جديد أول حاجة يفكر فيها ناس الإمكانيات المالية, لكن إحنا في مجال البيئة أول حاجة يفكر فيها الإرادة السياسية. إذا توفرت الإرادة السياسية كل شيء ممكن. الصينيين أول حاجة عملوها يعني هم طبعا برضو استفادوا من الري, مش الري المحوري بس, بسموها أنظمة الري الحديث اللي هي الري بالرش, الري بالتنقيط, الري بالنظام الأمطار الفلافي ده, الري بالمحوري, كل أنواع الري الحديث استعملوه في المناطق الرملية. بالإضافة إلى كده استخدموا بعض المواد اللي هي ممكن تعمل, لأنه مشكلة الرمال إنها دائما هي مفككة, فخلقوا بعض الحاجة اسمها سويل كونديشنر اللي هي تحاول تجمع ذرات الرمال بطريقة معينة بحيث انها تسمح بنمو نباتات. مجرد ما النبات الاول اللي يسموه النباتات البايونيرز اول نباتات تنمو, بعد ذاك هي بتخلق بيئة للنباتات اللي بتجي وراها. فالصينيين بدوا بانه يستعملوا سويل كونديشنرز, يستعملوا نظام ري حديث, وحس الان تقريبا يعني صحارى كثيرة في الصين الان بدأت تختفي وبدت تبقى مناطق كمان كثيفة السكان. طيب الجهود اللي انتم الان بتعملوا فيها مع حكومة الولاية ومع الدولة عشان تحدوا من الوقف ده ويرجعوا السكان لمناطقهم ويزرعوا عادي جنب النيل لانه الهدام بقى كبير, السيد بتعمل في الخطوات ابرز شنو عشان نقدر نحصيها سريعا؟ والله احنا طبعا المنظمة بتاعت درع الكوارث هي همها انها تحاول تنسق الجهود على سنه حقيقة شبه. المشاكل البيئية والكوارث معظمها لو ما نسقت الجهود صعبة, يعني انت محتاج للجهد المجتمعي, محتاج للجهد الحكومي, محتاج للجهد الاكاديمي, محتاج لاي اي جهه بتعمل في هذا المجال لابد انه عمله يكون منسق مع بعض. نحن الان في المنظمه بنحاول ننسق هذه الجهود, نحاول بقدر الامكان نخلق مشاريع عشان هذه المشاريع تدي المثال. وبعدين مهم جدا بالمناسبه المواطن لما يلقى المثال قدام نفسه بيمشي, يعني مثلا فتره طويله جدا احنا بنتكلم عن انه الآبار الجوفية والطاقة الشمسية والكلام ده, لكن المزارعين ما مشوا في الاتجاه. لكن مجرد ما جبنا من الأمم المتحدة 28 بير بوحدات الطاقة الشمسية نشرناها في الولاية الشمالية من حلفة لحد مروي, كانت 28 بير حفرت وركبوا وحدة بتاع الطاقة الشمسية. الآن في منطقة البرقيق بس في 2500 وحدة بتاع الطاقة الشمسية شغالة شرق البرقيق. فالمواطن دار النموذج, ونحن نفتكر في المنظمة بنحاول بقدر الإمكان
بجانب تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة نحاول نخلق النموذج، مشاريع نموذجية عشان الناس يقدروا يقتدوا بها. يا سلام. طيب في الدقائق المتبقية دي بخصوص أهلنا اللي خلوا مناطقهم وقراهم هجروا لأنه الزحف الصحراوي تمدد للأعلى، كيف أنتوا ترتيبكم معهم؟ والله حس الآن نحن بنحاول بقدر الإمكان أنه الناس الموجودين في المناطق المتصحرة نحاول بقدر الإمكان يسموها يعني إعادة تأهيل المناطق دي. نحاول بقدر الإمكان يعني الشيء المتاح اللي هو مصدات الرياح، الأحزمة الشجرية، لكن برضو نحن الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية عشان نحاول المناطق الواقعة يعني في اتجاه الرياح نزرعها، لأنه لو أنت زرعت المناطق في اتجاه الرياح أو الحتات جاي منها الرياح بتخفف الضغط على المناطق السكنية، لأنه أنت لو حاولت ترحل النازل من مناطق من مناطق أخرى في إشكالية، لأنه دائما المواطن يحب المنطقة اللي هو فيه اللي هو قاعد فيها. ثانيا أنت لما ترحله بتبقى مشكلة الخدمات في الموقع الجديد، صح. يعني هو في موقعه ده عنده مدارس وعنده مستشفى عنده كذا عنده كذا، لو أنت رحلته ما قضي الترحيل البيت، أنت مفروض ترحل معه كل شيء، فعشان إحنا نحاول بقدر الإمكان نعيد تأهيل هذه المناطق اللي هم موجودين فيها. بأقل من دقيقة بالزاوية شوفك أنت وبصفتك خبير في البيئة، أنت بتشوف التمدد الصحراوي ده على النيل ممكن يؤثر على مواسم الزراعة وممكن يؤثر سلبا كمان على حياة الناس؟ والله ممكن، لأنه أساسا دخول الرمال غير أنه يدفن المساكن ويدفن الأراضي الزراعية، الرمال لما تيجي الطريقة إلى النيل هي حقيقة بتعمل إشكالية كبيرة جدا، اللي هي إشكالية الجزر الرملية، والجزر الرملية داخل النيل بتغير اتجاهات التيار ودي بتعمل هدام، بالإضافة لأنه هذه الجزر الرملية أحيانا تتكون في مضارب المشاريع وتكفل المضرب، يعني ممكن مشروع كامل شغال له سنين طويلة فجأة تظهر جزيرة في المضرب بتاعه، بعد شوية يبقى المضرب غير صالح والمشروع كله يموت. نتمنى الاستقرار إن شاء الله لأهلنا في الولاية الشمالية والجهود المجتمعية تتضافر على صعيد الدولة برضو وعلى صعيد التمويل إنه يكون بالصورة المطلوبة حتى إنه نحيد من هذه الظواهر المناخية الجديدة على الولاية الشمالية بالتحديد. أنا مقدر جدا بروفيسور سعد الدين إبراهيم محمد المدير الأسبق لجامعة دنقلة وأيضا عضو المبادرة الشعبية لدرء الكوارث بالولاية الشمالية على حضورك صباحا في صباح الشروق، شكرا جزيلا. جزيتم خيرا والسلام عليكم. الله يجزيك خير.